إذن كما تعلمون اليوم المغرب يعاني من ندرة المياه، ووقع واحد تراجع كبير ديال التساقطات المطرية، لجل أن هذه النسبة فهي تفوت 40% كمتوسط وتوصل 70% 80% في بعض الأحوال. وبالتالي من أجل مواجهة هذه الإشكالية فأخذت الحكومة منذ شهر دجنبر الماضي برنامج استعجالي، لدرنا كذلك برنامج تكميلي في الإطار، واللي تبعت فيه العديد من الإمكانيات المادية، واحد 4 مليار ديال الدرهم. الهدف ديالها الأساسي وهو أولا العمل في إطار هذه الأحواض الأكثر تضررا بالبحث عن 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 بدائل، أي أننا غنديروا أثقاب استكشافية باش نلقاو الماء في كذلك في الفرشة المائية، باش أننا نمدوا المدن بهذه الإمكانيات المائية الجديدة اللي لقيناها. كذلك أنه غنستغلوا كل ما أمكن كذلك السدود الفلاحية باش غناخذوا منها واحد النسبة ديال المياه باش أنها تمشي الماء الصالح للشرب. وبالتالي هذا بالأمور اللي درنا في عدة مناطق بحال في سد مولاي مثلا بالنسبة لمراكش، سد مولاي يوسف بالنسبة لمراكش. كذلك أنه انطلقنا في إطار ديال أنه غدار كذلك اقتناء حافلات سهريجية باش نوصلوا الماء لهذا المجال. أننا غنديروا كذلك استغلال السدود والماء اللي كاين في السدود السفلى، أي أنه من خلال ميكانيزمات جديدة اللي غيتم استغلالها في هذا الإطار. وخدينا كذلك آليات لتحلية المياه، لأن كاين بعض المياه اللي هي جوفية واللي هي مالحة، وبالتالي اليوم غيتم كذلك تدارك هذه الإشكالية من خلال هذه الوحدات المتنقلة ديال الماء باش يمكننا نوفروا المياه لعديد من المناطق، زيادة على إطلاق بعض البرامج اللي هي أساسية واللي عندها واحد البعد هيكلي. برنامج خاص ديال السدود الصغرى، 129 سد صغير وتلي اللي غيتم إنجازه إن شاء الله في 3 سنوات المقبلة، واللي غيكون في كل الجهات ديال المملكة. وكذلك العمل على تحلية المياه، محطة ديال الدار البيضاء اللي غتنطلق إن شاء الله طلب العروض يوم 9 مارس المقبل، تحلية المياه ديال الناظور، توسيع تحلية المياه بالنسبة للأسفي، توسيع تحلية المياه بالنسبة للجديدة، وكذلك ما هو مرتبط بالحفاظ على الفرشة المائية من خلال عقود الفرشة باش أننا نقلل من الاستغلال المفرط ديال الفرشة المائية.